ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سنتين اثنتين، أولاهما الاستحباب، أولاهما استحباب الإفتار من تلاوة القرآن، وقد كان هذا داب السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يجتهدون في ختم القرآن الكريم مرات عديدة في شهر رمضان، فقد كان منهم من يختم القرآن الكريم كل عشر، ومنهم من يختمه كل سبع، ومنهم من يختمه كل ثلاث. وذكر في ترجمة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان له في رمضان 60 ختمة، وهذا أمر يمكن لأصحاب النفوس القوية المقبلة على الله عز وجل أن يدركوه ويعقلوه، أما من ضعفت قواه وقل إقباله على مولاه فإنه يستبعد هذا ويجعله ضربا من الخيال. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام بالقرآن كله في ركعة واحدة، وإنما قوي على ذلك لكمال إقباله على ربه سبحانه وتعالى واشتغاله بالتلذذ بقراءة القرآن الكريم. وقد روي عنه بسند فيه ضعف أنه قال رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فإذا كان القلب طاهرا كان تلذذه بكلام الرب سبحانه وتعالى أعظم من تلذذه بغيره، فيحمله هذا على الاستفتار من الختمات. وإذا كان هذا واقعا في الزمان البعيد فقد وقع نظيره في الزمان القريب، فقد حدثني الشيخ عبد العزيز الأحمد الخضيري المتوفى عن 8 سنين بعد 100 أنه كان شيخه الشيخ حمد بن فارس رحمه الله تعالى يختم في رمضان 30 ختمة، وكان شيخه الشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى يختم القرآن الكريم في رمضان 60 ختمة. هذا حال قوم لم يكن بيننا وبينهم إلا عقود قريبة لا تعد السنين التي تصل إلى 70 سنة أو 60 سنة، ولكنهم بلغوا هذه المرتبة العظيمة لأنهم اعتنوا بالتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك أعظم الشغل لهم عن سواه، وبلغ بهم ختم القرآن في رمضان إلى هذا القدر الذي ذكرناه. وما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل 3 إنما محله في غير الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه واختاره ابن رجب، فلا يكره في الأوقات الفاضلة كرمضان ولا في الأماكن المفضلة كمكة المكرمة أن يستكثر الإنسان من الختمات، كما كان هذا دأب السلف رحمهم الله تعالى، فلا يعارض هذا الأحاديث المروية، لأن الأحاديث المروية في الزجر عن ختم القرآن في أقل من 3 إنما هو في حق من داوم على ذلك وصار عادة له طول عمره، أما من اشتغل بذلك في الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة فهذا مما جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن.